رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، قال: باب مسح الخفين. يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيف ونحو صفيق ونحوهما، من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومجلس كي تضوي تبناد إيه درسي سيدير يطبنا تقريبا بكا باب كان منتك الله إناهي باب مسح الخفين. باب مسح الخفين بورا في مضان وقال لنا مركو غروحا قال لنا مناسبة باب مسح الخفين إيه صفة الوضوء إلا باب كذا نصر ما ذي وحوها باب صفة الوضوء بك باب مسح الخفين أيو كيني مناسبة بك كذا حي ساحي المذوح إليهين حويا مسح الخفين كو وحكم كفرنا كتعلقة في أحد أعضاء الوضوء، ويسدي أن هذا كسر هذا الله هي صفة الوضوء في منه لقول في سنة وولبا يواجب كأهيد أركان الوضوء كمدة أي مد كمدة أيو أي حقوق كي سكوح إليه ولبا كي أقدم بي فرض كي فرائض الوضوء وأها غسل الرجلين لبدا الوضوء لما يراه أيو كوح إليه المسح على الخفين. مركا لبعض الموضوع مركا وين أغانا
خفينكو هورتا محو يهي خفينكو محو يهي خفينكو ولبس لغها اللي لبسه ونوع كلها كاملة نوع كلها كاملة ومقار لغا سميهي وي وولي هال شانا الشرط يسنو حويا وينو يهي ساترا لموضع الفرضي موضع الفرض يعني الغسل المفروض ما يريتان كي فرض كأها أو لغها لما يريي وأرجو لكم إلى الكعبين لغيه إنما يرى إلى لغقار الكعبين موضع الفرض وين الضبور كرا يعني فرها هي اللقطة عكتة إلى أن قويرة وإنو وأنو دبولي كرا محل الفرض انتي فرض كائن إلا ما يروي أنو دبولي كرا وأنا إلا لبسته بعد طهارة كاملة تامة طهارة كاملة ولا ما يستربطي يعني مثل ويسيستي بعد طهارة طهارة كبرى هيدا قبيسة هيدا نعاد قبيستي بعد طهارة صغرى هيدا نعاد ويسيستي مركب ده ما يسترتك بعد بعد اللي بيشنيشة مركب لقطين واضح بوري إلى محل إلى محل الفرض وحنا كسر يسني هاي مقاف وحاكل اللم ذا وحي قاكي شو كلا وأسوى المقاف كسر يسني سيدا شراب كو كلا شراب كو بحنا سيكسان تان لعنو سيكسان تاو خانو لعنو أولو قال لك الشرو كبار لو قات سيكسان تاسنا يغنى والله مي أولو مدو حيها ليشيان خوف كبير لم يدلغان مركا خوف كي مركو ظهارة قاتو بول لبي سنية هدي مركا أي كتشبتو ويسدو وويسي سن مركو سوق قارو لغيه نسيب ايو قعنتو قيانو كرك كمرين ايا ويأجي لذلك معنى المسح وحنقون ايا امرار اليد مبلولة على الخفين وما في حكمهما قعنتو قيان ايات كرك كمرين كركات كمريني يعني هوس أكثر هوس ما كركان كرك كمريني خلاص بدل في مركز لغة عاد مايري لهيت عياد قعنت أقوين مسيح هاي مركز وجائز وبنان هاي مركز ووح بنان خف كاس بكا سيارة بلانا لوقاتا كان مقاركا وظهر والقالين شيري حدنا دي عاد وحاب الله استعمالا سيكسانتا اي عاد الله استعمالا مركا لغاها وحي اطاعي مسلحة كجيرتو لغاها دوطا اما قبوه هكا دوطو اما قبوه اني قويان هكا دوطو سيالا برام يقول دوطايو للمصلحة اللوقاتا سيبتان كو ذا مركا وحا لغايا ما اني تسيبتو نوع من المشقة كجيرتا وغا اوليسا كجيرا ولأجل ذلك دين كان إسلام كان محاسين كيلا وحا كمدا وحا حرش كا هي مشاقة هي دفكة دفكة كوة ولا غرفعة ولا غقابة فخص باجرة شرع نور رخصيي وحانا لو رخصيي ماشي عن خفك عن سيبي لهين إن عن مسحنو مركان لوان سوقارنو انت كلاك كويسيشن بس لبنا واسداس خفكينا وحانو نريد ووح اللون لبسه لغها اللون لبسه ومخارك سميسا وعاكل الله مدى وحيالها انكالي ولقاتو سيكسانكا وشرع ونعو يقانو جوربين جوارب جوارب مقعسا لو يقانو الجوارب لك خفكو وحوك سميسيه مقار لكن جوربكو
wuxuu ka samaysan yahay maro qutnigu ka samaysan yahay wixii lamid a marka waa jaa-is. Waliajli dalika wuxuu leeyahay marka asal horta maxaa u ah marka qofkaas maqaarka ka samaysan iyo jawrabkaas sida sigsaanta oo kale qumaashka iyo dunta ka samaysan iyo wixii lamid a qofku markuu labisan yahay in loo ogol yahay meeshuu lugaha mayri lahaa markuu weysaysanayo inuu masaxo maxaa u daliila. Horta adilo badan bay aada ugu soo aroortay, aada bay ugu soo aroortay, waana arki doonaa. Weliba waxaa la yidhahdaa masaladaas almasxu cala alkhufayn waxay gaartay xadi tawaatur, xadi tawaatur ay gaartay ilaa 40 la gaarsiiya saxaabi inay wariyeen. Marka xadiis badan baa kusoo aroortay oo saxiixa. Axaadiista marka kusoo aroortay waxaa kamid a xadiiskan saxaabi la yirahdo Thawban oo nabiga ka warinayo sal allahu calayhi wa alihi wasalam, qaala wuxuu yihi bacaha rasuulu llahi sal allahu calayhi wa alihi wasalam sariyatan faasaabahum lbardu فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. سري النبي دري سريده ومجموعة ومن الجيش كاملة لمهمة مهمة بالله دري إما مهمة قتال أو استطلاع أما سهل يحيين أما دقال بالله دري. Marka qabow waa kusoo dhacay, jawiga Madiinana waa qabow yahay, waqtiga shitaha oo xagaaga waa qabow yahay, qabow waa kusoo dhuftay. Qabowgu marka meelaha uu galo aada looga ilaaliyo lugaha kamid a. Marka nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasalama markay yimaadeen bay nabiga u sheegeen wixii dhacay, in qabowgu aada ugu dhibay. Markaasuu nabigu wuxuu amray inay markay weysaysanayaan ay cimaamadaha iyo khufkaba ay masaxaan, an yamsaxuu cala alcasaa'ibi, walmuraadu bilcasaa'ibi huna alcamaa'im, waana noo iman doontaa cimaamadaha inay masaxaan, iyo watasaakhiin, tasaakhiintu waa khufka. Marka sababta loogu magacaabay tasaakhiin, lugtay kululaynayaan, lugtu markay kabi ku jirto weliba kab daboolan oo maqaariga ay ku jirto, qabowgana way ka ilaalinaysaa, kulna way u ziyaadinaysaa lugta. Saasaa marka khufka loogu magacaabay atasaakhiin. Marka khufku waa banaan yahay, maaragta khufku waa banaan yahay, masaxiisu laakiin shuruudo badan buu leeyahay, shuruudo badan buu leeyahay. Shuruudihii hadda aan soo marnay waxaa kamid ah oon hadda laban ka sheegnay, inuu mawduc ulfardi uu dabooli karo, iyo inuu yahay bacda dahaaratin kaamila, dahaaro kaamila, waa noo iman doon shuruudihiisu. Shuruudihiisa marka waxaa kamid ah waqti buu leeyahay, maad iyo jeerala iskama masixi kartid, waqti uu ku egyahaa jirta, mudduu leeyahay. Muddadaasi waa maxay? Qofka muqiimka oo magaaladiisii joogoon musaafirka ahayn waxaa loo ogol yahay maalin iyo haminkeed, yani 24 saaca, 24 saacadood, 24 saacadood hadday dhamaato wuu siibayaa, lugihii wuu mayraya. Qofka musaafirka ahna waxaa loo ogol yahay 3 ayaamin walayaaliyahuna, saddex maalmood iyo hamiinadooda, yani taqriiban 72 saaca, 72 saacadood. Aragta masxigaasi marka khufka keliya maaha, mawaadiic badan baa ayaa la masixi doonaa oo casharka iyagu ku saabsan yahay maanta. Taqriiban 4 mawduuc khufka waa la masixi, cimaamadana waa la masixi,
قبضه الخمار سوي مسيحي قفك الشبن أو قبنه سارية هنا كم هو مسيحي أفتان موضوع أي مسيح سوق ليا مسيح سوق ليا ورخصاء كله إلا الجبيرة فهو عزيما جبيرة وعزيمة رخصما كبنين كان شيئا فلك عبد الحمد الله يا توقيت المسح على الخفين توقيتك المسح على الخفين أوليه مرك الغير يجوز وحابنا لمقيم قف مقيم وحابنا يوما وليلة أي مسح المسح وحابنا هذا سوء قدر نيسا هذا سوء قدر نيسا يجوز لمقيم قف مقيم وحابنا المسح على الخفين بأبنان يوما وليلة أمين يا مالين يعني لما مسألوا باشا نوقف إيدي مسألة كواد المسح على الخفين ومشروع عرفة وهو على سبيل الإباحة وأنا إباحوي واجب معها واجب معها مستحب معها إلا إن أدولة جديد إن السنة بيدقى كبرت المويين فكاس مستعبون غنيا وشيء مباح عقوبة إن شئت تفعل والرخصة وإن شئت تترك هذا الرتبة وكتقي كرتا هذا الرتبة والثمين كرتا لكن أنا أقول مكاد أبا هاتد إن كوبا نانتا هاي إن الخفين كما سحري مركا هذا عن كفايدي سنة يجوز كلمة يجوز عن كفايدي عن كفايدي سنة يعني إنه مشروع على سبيل الإباحة والتخيير لا على سبيل الإلزام والاستحباب أو الإلزام على سبيل الإباحة والتخيير دي ليرا بس ماشي وحاك بحيا إلزام كي يو استحباب كي بوك بحيا ماشي بس واجب كماءها قف كمارتي مصطحب ونقوم كرا إن كان قصدك إظهار السنة السنة دي هنا الموجسين هذا دونيس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا دولة جديد مصطحب ونقوم كرا لكن من حيث هو الأصل ورخصة وي إباحة وي تخيير والودور في إن سميسد إن سمين وحكرة كفى إذا سنة جملة يجوز لمقيم يوما وليلة مددة لما صح يوم بالنسبة للمقيم وفق مقيم كما كيلو وأمين يا مالي 24 ساعة بعد 24 ساعة رسيب إياه وأنا مركز مايرا إياه ومن قبل لا بينا ساعدة وقتين قبل لا بينا ومكان خفك اللي بيستناه مسوى مكي ضهارة دي أن خفك كل بيستناه أي شبطه مسوى ضهارة مساحة عن قبل لا بينا مكان مساحة عن قبل لا بينا ونوع من دونتا إن شاء الله تعالى بداية المرشي قبل لا بينا سوى نوع من دونتا لكن مددوا يوما وليلة وخفك مقيم كا تقول في مسافر كاء ولمسافر أي ويجوز وحابنا لمسافر قف مسافر وحاؤبنا المسح على الخفين بمش وجفت المسح على الخفين بأبنا ثلاثة أي من أيام ثلاثة من الأيام يعني صبح يعني صبح ما الموت بوجيرة ثلاثة أي من الأيام صبح ما الموت بلياليها يهمين ليلة ما الموت كلية ماها عددها يهمين يا مالن بس كدر 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة
saasi noqonaysa. Yaani haminki iyo maalinti wada jira, haminki iyo maalin wada jira, haminki iyo maalin wada jira, fadda waxay noqonaysaa marka sabcan iyo sabcin saac, toddobaatan iyo laba saacadood ay noqonayaan. Marka qofkii muqiimka ahaa waqtiga loo waqtiyeeyey waa hamin iyo maalin bas. Qofka musaafirkaana waa saddex maalmood iyo saddexdeed hamin. Daliilkuna waa xadiid Caliy bin Abi Taalib radi allahu tacaala canhu uu nabiga ka warinayo, walxadiidu fii saxiixi Muslim qaala jacala nabiyu sala allahu calayhi wa alihi wasalama lilmuqiimi yowma wa layla وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن نعم نبي إلهي صلى الله عليه وآله وسلم قفك مقيمك وفقو وقتي يي أمين يا مال يعني للمسلي على الخفين خفين كلا مسحوه وفقو وقتي يي أمين يا مال قفك مسافر كان صدح مع المود يهمي نبيلة. طيب قرنا المركة المسح على الخفين ماركتا أستوريي محل الفرد أستوريي انت فرد كلا نقلها أستوريي قرنيي بعد ظهارة كاملة اللي لبستي إني بنان تحي markii la soo weysaysto oo lugihii la mayrin lahaa in la masaxo korka laga masaxo oo ay ka bedel tahay dhaqitaankii la dhaqi lahaa inay bannaan tahay sharcan ay mashruuc tahay aragnay. Qofka muqiimka inta loo ogol yahay muddada loo ogol yahay inuu masaxana inay hamin iyo maalin tahay, hamin iyo maalin hadday dhammaato waa siibayaa uu mayrayaa. قفك مسافر كان يصدح مع البعض سأي همينة للطحي. طيب سلامة كل عفتها ملكة وحين نقول إيسان حاجين كان باللعبين قرمان باللعبين يعني ترابة همين كي يمالين تأه ومر كان لبي سنان كان باللعبين ومر كان لبي سنان كبعدي ويسدي أن كل لبي سنان هذين نقاط شبتان كان باللعبين وويسد ضبون مصحين أيان كان باللعبين صبح راس موضع حقيقة باللعبين شغوعون يري من حدث حدث بك باللعبين من توا ابتدائية وي أي يبدأ وعك باللعبين تأقيت المسح يعني توقيت كمسح وعك باللعبين مدريسة من حدث مركز أي من الحدث الأول حدث كأبوه الرئيو ويسدك أجبت بعد لبس مركاد اللبستي كدب ظهرنا وطن أصامري وإن للبستا بعد ظهارة كاملة ظهارة كاملة وإن اللبستا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولانك تبوك ayadoo socod dheer la galay hamiinna la guuraynayo nabigana uu la socdo Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu tacaala canhu dadka almasxu cala alqufayni laga wariyo ka mid yahay ayuu nabiga u weyseeyey. Marka wuxuu yidhi marku intii kale nabigu ugu shushubayay weysada xadiidkaasina waana soo maray. Marka marku wuxuu yidhi lugihii soo gaaraan hoos u foorarsaday buu yidhi inaan xufka ka fiigo si nabigu lagu amayro. Markaasuu nabigu ku yiri dacha fa inii adkaltuhuma taahiratayni iska daa buu yiri lugahoo taahira ayaan labistay oon gashaday. Halkaas marka culimadu waxay ka qaateen marka la masaxayo in uu shardigu yahay inaad labisatay adoo bahaaradaada ku dhamaystiratay. Marka qofkii aada labisatay dahaaradii markay ku kamirantay
مسحي سجرمو قبل عمان شيخ علي من حدث بعد لبس مركا اوغو الرئيو حدث كوي مادو مركا اوغو الرئيو وحدث كوي مادو وعلى سبيل المثال قصبا فرقديبو ايو ويسيستي مركا ويسابي دميو خفكي لبستي مركز اولى بسمودو قبل عامين ما غورماي قبل عامين يعني ظهر كي كهر يعني وحول لبستي مثلا كسو قاد وحول لبستي وحول لبستي خفكي وحول لبستي وبهار قاطي تقريبا صلاة الصبح صارت صلاة الفجر كوي سيستي خفكينا ولا بستي صارت صلاة الصبح تكدي فهارة السيب وباقي كوها إلى لقى جارو سقالك الصبح نينو مكيتها هاي سقالك الصبح نينو أو يسدي كجنب يوم والليلة دو مكو حيقبل لعبة نيسا سقالك الصبح نينو ويسدو كجنب فيقبل لعبة نيسا يعني مكو بحارة صلاة دي فجر كوهو يسقاطي هو يا مركز صلاة دي فجر كأيوه يعني كيهو نحايسا سقالك الصبح نينو على سبيل المثال ويت صلاة هانوي وقت دي راو دحايا مركز مركو اللي بيستل لقب اللعبة ما يه مركي ويسدو كجنب في وهو الرئيسي بقى لقب اللعبة يه ساسي ولي يا مركز الشيخ من حدث أي يبدأ وقبل العام يا توقيتك مسحة ويوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافرة وقبل العام يا وقبل العام يا من حدث أي من الحدث الأول حدث كأوه الرئي أي كي ماذا بعد لبس أي بعد لبس الخفين على الطهارة مركو الله ولي خف لبستي طهارة وكل لبستي ولما طهارة كاملة طامة وكل لبستي هل كان مركا قول مضو الله وقول بيليهين قول وقول كان هذا الشيخ النوع ديي وأه حدث كوقت وحدث كوكي ماذا قبل الله ميا قول كان مركا قول مضو وحيليهين لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فحارة عن المسح دونتي خفك عن المسح دونتي وحواجبيي وحدثك مركا مركا إساقا إن حكمك لغفرة أي حبون بيلي هل كافي كفيرية قول كلاو حولي يميا مدد وحالك بالله بيا من أول مصح بعد الحدث حدث كبعدي مركا أقوه الرئيسو ويسيستو مصحة يبا مصحتان كان أقوه الرئيو أي وقت وقبل العمية والموضوع على فاصلة لغا الرأي باجرة قلطر على ويسيد الجبتان كي مركا كجبتو قبل العمية وقت يا قلطر على المية مركا وحويا قال ويسيستك ومصحتان كان مصحة يسيستوك أقوه الرئيسو أياد أيوك بالعمية مثالك ومثالك حتى عن سوق هذا النوق عليه خفكي صلاة دي سبح هو يسيستي وخفكي لبستي هو يسدي أي كتشبتي سقالك سبح نيمة برقبي يا مكة هو يسيستي دوكي ساعة 12 ويجيستي لكن هو يسيدي كتشبتي هناك ما هو يسيستي ويسكجوري خفكي سيئة صلاة اسكتبها ساعة 12 أيوه يسيستمرك وضوك يسودوي قولنا أروح إليهين سيالك يسمحني وهو يسيدو كتشف طيبا وقتي وكسوا باللعما يوم وليلها ما ننسى يهنينك للمقيم قفك مقيمك قفك مسافر كان سدع بيسي مالمو وقولنا أخري وسيدا مذهب كو قبو الشيخ النوع دي كتابك النوع دي قال لك أنا وحيدة المية ظهر كي ساعة 12 مركي تهاي لبي طبنك ظهر نمو
wuduukii uu weysaysanayey oo uu lugihii masaxay, markaasaa mudada uga bilaabmaysa. Marka qolada hore ninka muqiimka mudadu waxay ka dhamaan doontaa saakay sagaalkii subaxnimo ay uga bilaabatay berri sagaalka subaxnimo ay ugu egta. Qolada kalena maanta 12:00 duhurnimo ay u bilaabatay 12:00 duhurnimo berri ay ugu egtay qofka muqiimka. Kii kalena waa sidoo kale nacam sagana 3 bisha maalmood, ila midna waa 24, midna waa 24 saacadood, waa ninka muqiimka, kan kalena waa 72 saacadood. Marka waqtiga uga bilaabatay baad uga bilaabi 3 bisha maalmood iyo midkan maalintiisa. Qowlka dambe oo ah masaxitaanka iyo dahaaradu ka bilaabmayaaye xadadka kama bilaabmayo, qowlkaas sheekh ibn Cuseymiin isagoo buu saxiixiyo loo rajaxay oo yiri huwa saxiixu raajix, saasaa sida saxiixa oo raajixa ah. Laakiin qowlka ah inuu xadadka ka bilaabmayo huwa almadhab, saasaa madhabka ah, madhabu imaami axmed ibn xambal raximahu llahu tacaala. Sheekhaan marka musanifka ahi madhabkiibuu ku socdaa. Marka shuruudihii laba shardi horaan usoo sheegnay waana noo soo noqon doonaan. Shardiga koowaad wuxuu ahaa inuu qofku qarinayo intii faradka ah in lugta laga mayro iyo in la labisto bacda dahaaratin kaamila, dahaara kaamila. Okay, waqtigiisuna wuxuu ka bilaabmayaa masaxu, waa shardiga saddexaad ee bacda xadath min xadath bacda lubs, xadath kan ugu horeeya markii la dhistay kabacdi. Wuxuu marka yiri calaa daahirin mubaaxin, hagay ku xiran tahay calaa daahirin mubaaxin, yani waxay ku xiran tahay yajuuzu, yajuuzu way banaan tahay. Maxaa banaan? المسح بنان على طاهر اي على خف طاهر، على طاهر تركز كعرفه ويجوز، ويجوز دي خلاص سامحني وي وكتاب قصه بالله يجوز وحا بنان المسح بنان الا مسحه على طاهر اي على خف طاهر، خف طاهره إلا مسحه. مباح أي مباح، إذا وحا شرطية خفك لما صح ياهي إنه يهي من طاهرة، طاهر وينو النقضة، مباحنا وينو النقضة. ماشي معاك كفهمني، هدون طاهرة هين لا يصح المسح عليه إلا مسحه، ما صح يصح هذو نجس يحي ونجس يحي نجاسة العين، أنا متنجس يحي ونجاسة يكون عضي حويا مركز ما أنصحيه. هذين متنجس يحينا نجاسة دي اللي قبل يريا، هذو نجس يحي ونجس العين يحينا دي هذي مرة ضاهي ضاهي مرة ضاهي روبي كربا مركز نجاسة يحي إن لم أصح أنصح مايو، إذا لابد أن يكون طاهرا. وعاكل الشرطية مباح إنو يهي، مباح أي مباح الاستعمال، استعمال كيش وينو مباح يهي هنا المحرم أهين، هذو محرم يهي لا يجوز المسح عليه ولا يصح، هذو محرم يهي mana saxayo ila masaxo mana banaanaba. Marka muxaramnimada xagee ka imaanaysaa? Laba jihaba way ka iman kartaa. Ima inuu yahay muxaram likasbihi,
كسكو محرم كويا كالمغصوب والمسروق خفا صوب عضي وصوب لقيستي طمع صوح عضي ومحرم استعمال كيس هو محرم مركا لا يصح المسح به كالمغصوب حويا محرم نعم لذاته أي للاستعمال به كالحرير للرجال سيدا برك حرير تاوكلي برك حرير تاوكلي ظاهرة وظاهر لكن استعمال كيسا للرجال لا يجوز حبر الله بدانا برك أبو بيكي مارسة يعني شراب أما سكسان حرير كسميسا ويرى لو أنا صحيا لما أقضل لا صحيا وحاكرا لم يذا شراب كان عادية حرير معها وشراب عادية لكن حكوية لصوروين حيوانات مال أمارة من ذوات الروح حيوانات حكوية ومحرم السبرة ومحرم لا يجوز لا يجوز إذا الله رأى أصبك الشرط وإلا إلى عليها على طاهر مباح أي ويجوز يجوز وحى بنان المسح بنان أسو قدره على طاهر أي على خف ظاهر خف طاهرة مباح 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 الاستعمال والمحرمة ساتر للمفروض أي خف ساتر للمفروض خف الثريا انتي فرض كاي شرطك اصابت كان هرم صهر مريني وصهر مريني ساتر للمفروض فرضك وانو الثريا يعني الى ان قويلة لقطة عكتة غوصة فرها الى ان قويلة لك جارو انت صهنو الثري كرا ساتر للمفروض اي للمفروض غسله من الرجل انت لقطة اي فرضك كتعين لغم ايرو هدون ساتر أهين لا يصح المسح به هلو جيدا ساتر لماذا أكثر كان هلو جيدا انت اللقطة يقول لبستي وإننا لقطة موقا وإننا لقطة موقا وان بشرة اللو جيدا مقارك اللقطة وإننا لو جيدا بشرة ونصي يوضل مكا وإن غكرتها إنه شفاف خفيف أي هاي هذا خفيف هو بس قف كل بالسبع هذه جيلي في النقطة في بشرة في شيء موقف ينو برا ودي اللي عصي هاي طبعا ما ضي دلا شمي أما ودي اللي عاي أما وفرطي إلا شراب كوالا ركينو ويس السسرين هاي مكوح على غيابا إنو انتا دوني يرمي علي يركا قولو أو قايد كبير أي فرصرته لو تشيرو قفك لوكي في مغاركي في لو تشيرو انتي مكا فربك أهيد ميل كمليه هدي موقتو لا يصح المسح به مركاس ما سعيس وإن لتسيبا لوكي لما يرا مكوينو ساكريه وشرط وحكرا شرطية يثبت بنفسه نعم يثبت بنفسه أي وأن يكون وإن يهي ما يثبت بنفسه وحن نفتيسة فعلين كرا ولقطة مركي للبسه لقطة راعية ولقطة قرصانة يهيسة لقطة وهيسة لكن واحد معي وإن أبحر حرطه ودوحك لكحر حرطه باهم وإن هنا نقولين وينو ننقوني فرطة تعدو معيو وحالا قيابا انتي شرطك عهيد انو قريو اني بناناتا صورة قرى موضع الفرد هدي وحكا بنانا بانا ما انسحيو ما انسحيو مسحي ما انسحيو مركا خفكو وينو يهي من نفتي في اسئلين كرا لقطة حيثة لقطة حيثة وينو نقضى
وان دعي من احدو دعو اي لكتي بنانانش. طيب شيء عصو اح اللي هران لو قمسوا شكرا من باهر انهم ليري من طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه هذا هو حاسم هيه من خف وجور بنوي وحلا ما صحيه وظاهر كا ومباحا وموضع المهر في فرض الصورية وإسعلين أيها نفتي سيسعلين أيها ماشا عيثاه ومن خف أهوي خفة وجور بنعه جوربة بارك بارك كلمة دان من هذا ما يشكل جفتا ولما لو حيث دان بيامية على طاهر أم بك بيامين إن شاء على طاهر أو من خف أه. طيب وجور بنعه بارك من خف وجور بنعه حالا إن أتكرتنا وديالك طايرة حال كونه من خف وجورب لكن هو يقع النبي خفك مقاره كسمي سيئا جورب كنا وحان مقاره هنا كسمي سيئا قماش يدب كسمي سيئا مكا جواربتي وحاكمي ذا شراب كان هدا نقول نتانو سكسان كان لبي سنة سكسك قالان هو سكسو سكسين يا ما كانوا افكاس افاد ما كان قلاجن ويانو مرن سغلا وين انا ودخل ابي كرتا لكن عربي هو شراب وشراب شراب كفال كان لي هذا اللغه هلا قشر. طيب من خف وجورب جوربكم هو وشراب كاس وبناتا اذا كان ساترا هذا ساتريه وانا امام دونا وانا امام دونا صفيق بون عران دونا خفك احاديث بلما كسو عرورتي وان لبا حديث كسو مرني في ليوه حديث في علي بن ابي طالب بان كسو مرني ايو في حديث كي نكالي يراهدو المغيرة من الشعبة نبي مكوي دعهما دعها فإني أدخلتهما طاهرتين قال فمسح على الخفين لبدي خف مسحي. طيب وأنا نوعي من دونه إن شاء الله تعالى نيالا دبو نوعي من دونه لكن جولك حاو دليلا حديث أجري لبا دليل فيران ولم يفقه هذا حديث إمام أحمد هي إمام الترمذي عيسى صارع إمام أحمد المسند كيسو كسو صارع إمام الترمذي وسنن كيسو كسو صارع أما جامع عيسى يقال سنن الترمذي ويقال جامع الترمذي حديثكم علي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين نبي لبدي الجورب مسحي يورب هو مثل دمتا كسما يسمى والشراب كيوي إيوه قياسا على الخف خف كيف الله ذا قياس قاطعه فرق أمدح إيوه لأن لما يدعو الوحى اللون لبساه لما يدعو دون هو ساتر لما يدعو دون مثل الصمارة هل في مهدي اللي يرادو وأما الشقه مركا لا فرق بينهما الفرق شيء واحد لا فما شيء واحد وحفرقه هو مدحه مركا وفي خفك وقاطعه أحكامها هي جورك ومقاذنا بها إضافة إلى ذلك الحديث لكن بشرط أن يكون الجورب صفيق نعم من خف وجورب صفيق فكلمة صفيق وحيث فأطهي وجورب جورب كي أطهي خفك ومعها جورب في مطه وجورب جورب صفيق أي سخين أبق والخفيف أهين فالصفيق هو السخين
شيء حوضع خلص وجلبي قلوي أما هذا الشفاف يهي هذا الجلعصي يهي وقفكي لبسبة بشربي فيه ومقاركي فيه جركي فيه لو جيدو مكا ساتر ماها ساتر ماها ولا يصح المسح عليه وإنما جورك يشربك وإنه يعني الجرم له ليس كل ما قال جرم له قال هذا الخفيف باجرة هو جرم اللي قال جرم قالها لقاها الله يا ونحوهما وحي لبدا ذا سلم ذا ووح كفة أما مغارة كسما يسنابين أما وح مغارة كسما يسنابين أما نرها كسما يسنابين لمدا خفك إيو شرابك لمدا قالوا له اللي بيسأله والله مي مثلا كره وروين كوكو يلا هو أفكرت قال توك عليه والعرس طيب من خف وجورب صفيق مكوهان نري كلمة صفيق وصفة وهي صفة تهي جورب تري صفة تهي جورب كنا وشراب كي مكوهان النغلا صفيق وإنه النغلا أي سخين سخين وإنه من جرم للنقرة أما هذا شراب خفيف يهي شفاف أو يهي شفاف ولوغة جيدي كرو قفك بشرة في لوغة جيدي كرو ما أنصح يوم مكاس إلا مصحه مركا شراب كلما صح يهي وإنه يهي من جرم له وإنه يهي ونحوهما يوهي لمدة وهي خفك إيو جوربك لمدة أو مقار كسميسن أما مرا كسميسن أما وحلا مدى كسميسن وحانو نريب أنو ملاني وكي نوغود بيئها سيدا كراها ووين أو أسكتو قادتو كالي أو ولا دبولا أسكتا كليا ما قادتي دكا قاتي طبو وها يلغا قاتو أو ولا دبولا أو دبولي كرا دا وحلا مدى بيسو قليا وحلا مدى بيسو قليا سوادو خفنا ماها جورب نماها لكن معنى الخف والجورب بيقبان انت اصبحت وحكا قصر بحني المسح على الخفين يوحي لمدها سيدة جواربتي يوحي لمدكاها ايو شروطه يصفات كوري سيدة يحي هل كان وحن كجلينا وحيا لك مواضع الى مسح وحن نرى خفك كريكو مكوبنا نور موضوع بلا مسحة خفك كوكا مما مدى كوكتو ximaarka gabdhaha ku xigo jabiirada iyo kabka ku xigo marka al-masxu ala al-imama wa ala imamatin uzu wa habanan al-masxu babanan masxitan hadu soo qadarinaysa wa yajuzu bi hore ku xirantaan wa huwa wal-afwi wa yajuzu wa habanan al-masxu babanan illa masxu ala imamatin illa masxu imama إلا مصحة إمامة ولا يقانا وإمامة مفقو مرحة قدو التان ولباس الرجال وي إمامة ولباس الرجال ورق اللبس كودة ومرحة القدو با مرحة القدو با مركة نوس يوضى مرحة القدو با محنكة ومكورة مرحة وذات ذؤيبة صدح راسي النقطة إن مرحة كركسة لقدوبه إن ليشن قفكا قاح لقا مريو سيدا مارس المريكاريين تهي يدو قانو كالي إن ذؤيبة الله إياه لو تغير ربيت تدبضان أساس الدوفتة سيدا أفغانيين تهي وكال أفغانيين تهي ولركي كبدي يعني هذا لو مدير إياه صدح رابه وصورة قلقابك الله صمي مركب حيره وعلى عمامتين إمام ابن والله 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 وبنان تاين لما صحه وإمام ابن مرحة قدوبا عيا لي حديث كله تعالى شيخنا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه حديث كره في صحيح مسلم بكي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه سافه جفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
wuxuu masaxay fooda fooda fardu nabiga markay u duubnayd madaxa ugu duubnayd fooda banaanayd fooda iyo cimaamadii korkeedii ayuu masaxay wacalaa khufayhi labada khufna waa masaxay fardu masx almasxu cala alcimaama masxu ra'sigii bay ka bedel tahay sababtoo madaxii cimaamad baa saaran sida khufkuba masxu cala alkhufayni uu bedel uga yahay gusligii lugaha la dhaqayay marka wuxuu yidhi wacalaa cimaamatin wacalaa cimaamatin rajulin wacalaa cimaamati rajulin cimaamati rajulin isu idaafeer amama waxaa tirahda wacalaa cimaamatin lirajulin sidaasna waa oran kartaa wacalaa cimaamatin lirajulin aniga dallaamku ima qorna waxaana ka baqayaa ma iga go-ay ma adri inuu go-aanu malaynaya ahay lirajulin wey saasaanu malaynaya waa iga go-ay wacalaa cimaamatin lirajulin cimaamadna waa la masaxaya cimaamadaasoo lirajulin cimaamad rageed ah cimaamad rageed waa inay noqoto tayib cimaamad naageed miyaa jira hadday dhacdo naage inay cimaamad qaadato laa yajuusu almasxu calayha walaa yajuusu laha an talbisaha aslan cimaamad inay labisato haweenka uma haboonaba limaada cimaamadu waa libaasu rijaal haweenku ragga libaaskooda hadday labistaan dee lacanadii nabiga bayba halis u yihiin ana nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu lacinay nimanka naagaha isu ekaysiiya iyo naagaha nimanka isu ekaysiiya shabahu meelahu ka yimaadana waxaa kamid a dharqaafka dharqaafka gabadhu hadday dharkii ragga labisato iyo qaabkii ragga u labisan jiray marka waxa weeyaan waa mutashabihat birijaal nabigaana lacinay sala allahu calayhi waalihi wasalam marka macsiyay ku jirta iyadoo macsiya ku jirta marka loo masxu waa rukse macsiyo rukse looguma banaynayo marka cimaamadu waa inay nin u xiran tahay rag waa inay u xiran tahay lirajulin marka haweenka maya haddana waa inay cimaamadu tahay muxanakatin muxanaka xanagu waa meeshan qalka hoose qalka hoose cimaamada darafteeda ayaa meeshan looga qalka hoose la marinaya korna waa lagula xiraya maaragta nimanka hadda mauritaaniyiinta iyo maqrib alcarabi baa aada u isticmaala soomaaliduna way isticmaali jirtay soomaaliduna way isticmaali jirtay hadda waayahan lama isticmaalaan umalaynaya laakin waa la isticmaali jiray waa la isticmaali jiray soomaali way isticmaali jirtay hadda se waa zuushay saa in loo isticmaalo soomaalida gudaheeda waa zuushay nacam muxanakatin ah muxanaka markay tahay furitaankeeda xoogaa culus bay yihahdaan culumadu aw dhati zu'ayba ama waa inay daba yaroo laalaada leedahay oo meeshan gadaale ka laalaada daba yaroo laalaada waa inay leedahay dadka qaarkood dhinacan dhafoorka ay ka laalaadiyaan garabka korkiisa dadka qaarkoodna sheegada dambe iyo labada garbo dhexdooda ay ka laalaadiyaan meel kastaba ha laga laalaadiye daraf laalaada waa inay leedahay zu'aybadu waa saas aw dhati zu'ayba wuxuu marka sidaa u yiri aw mukawara ama mukawara waa inay noqotaayoo dabana malaha muxanakana ma ahane malahay ku xirxiran tahay sida suudaanta qaarkood ay yeelaan bacda suudaaniyiin iyo masaarida iyo masaaridaan dhihin laha masaarida siday sameeyaan almasriyiin gaar ahaan alazhariyiin qolada azhariyiinta cimaamad aan dabana lahayn muxanakana aan ahayn ee koofida korkeeda sidaa ugu wareegsan marka sida masaarid oo kale oo atraktuna waa saas turki turkidana waa saas turkiduna waa saas saasay u qaataan maaragta iyo bukhaari saasay u qaataan almuhim ee si kastaba ha noqoto sawaan kanat muxanaka aw mukawara aw dhati du'ayda du'aaba dhati du'aaba du'aabadu waa darafta lalaada
mid kastaba ha noqoto, muxanaka ha noqoto oo halkan qalka hoostiisa darafa la mariyo ama mukawara madaxa lagu duubay ha noqoto ama mid darafuuda laalaada ha noqotee, kulligood oo idil waa la masaxayaa. Naam. Marka sababta marka uu muxanaka iyo dhaata du'aaba uu yiri waa maxay? Sababta ay tahay sidaas baa carabtu u qaada jirtay, carabtaa sidaas u qaada jirtay. Naam. Marka uu masaxayaa marka hadduu rabana waa furayaa, markaasuu madaxay masaxayaa, waa u jaa'is, waa banaanta. Marka almasxu cala alkhufayni jaa'is walmasxu cala alcimaamati jaa'is. Marka waxaa kaloo jira midaan hadda sacuudiyiintu ay qaataan oo hagoogta ah, midaan hagoogta ah baya taas lama masaxayo, midaas lama masaxayo, mida madaxa lagu xirayo baa lama saxayaay, midaan hagoogta ah way sahlan tahay inaad xaggeesa iska dhigtid aad weysiisid, marka taa lama masaxayo. Mida madaxa lagu duubanayo saddexdaa waa inay mid tahay, inay muxanaka tahay, inay mukawara tahay, inay dhaatu du'aaba tahay oo daraf la laada leedahay, saddexduna madaxa lagu duubaa. Tayib, mawdica saddexaad ee masxigu uu soo gelaya waxa weeyaan wacalaa khumuri nisaa'in ay wayajuusu, waxaa banaan almasxu masixitaan calaa khumuri nisaa'in, haweenka hagoogtoodana waa sax, hagoogtooda khimaarkooda, hagoogta haweenka khimaarka ah. Marka khumur buu yihi khumur, khumur marka waa jamac, mufradkeeduna waa khimaar. Khimaarna waxaa la yidhahdaa waxa haweenku ay madaxa ku dabooshaan, waxay haweenku madaxa ku dabooshaan, ayadana waa la masixiyo, way masixi oo cimaamadii baa looga qiyaas qaatay ragga. Sababtu ay tahay khimaarku cimaamadii raggu la mid yahay, khimaarku haweenka wuxuu u yahay bimanzilati alcimaamati lirajul, maarata. Marka cilladii ragga loogu baneeyey inay cimaamada masaxaan ayaa haweenkana loogu ogol yahay. Markaagu wuxuu yiri mudaaratin taxta xuluuqihinna, khimaaryadaasoo lagu wareejiyey taxta xuluuqihinna, xalqigooda hoostooda. Khimaarku waa labo, in madaxaasaa loo saaraa korkiisa, markaasuu wejiga iyo qoorta iyo saa ugu daran yahay, midna madaxii baa lagu daray oo qoorta hoosteeda laga xiray, qoorta hoosteeda laga xiray, waa xiran yahay, saasaana astur badan. Haddayna saas yeelin, gabadha qoorteeda inay banaanaataa dhici karta, oo marka jirkeedii qaar ka midii wixii waajibka ku ahaa inay qariso ay banaan ka timaado. Marka khimaarku wuxuu ku astur badan yahay inuu xiran yahay, walaasiyama hadda midkan gabdhuhu qaataanoo jilbaabka qaybtiisa kore ah waa kaa dhuunta hoosteeda ka xiran, halkaa qalka hoostiisa karka hoostiisa baa la gelinaya. Kaas weeye midka marka iyo waxa la midka noociisa ah waxa maaragtay la masaxayo. Khumuru nisaa'igaasoo mudaaratin, aan mid lagu wareejiyey taxta xuluuqihinna, xalqigooda yani qalka hoos, qalka hoostiisa lasoo mariyey, in lasoo mariyey maxaa yeelay in la siibaahi ama la furaahi waa adkaanaysa, walaa siyama haday gabadhii ku weyse qaadanaysa ama ay joogto meel dad badani joogaan oo dad ajaanibihi joogaan, markaas marka waxay khibaarka korkiisa masaxaysa. Kullu hada almasxi marka ila waa weysadii iyo dahaaradii, cimaamadii iyo khibaarkii masaxitaankooduna waa min masxi ra'si, masxu lkufayguna waa min ghusl rijlayn, waa faradkii waa waajibkii. Kullu dalika fi xadaثin asgar, xadaث yar waa inuu yahay, xadaثka laga weysaysanaya laga bahaaro qaadanayaa waa inuu noqdaa xadaثan asgar. Sidaan horeba usoo sheegnay, xadaثku waa laba qaybood, xadaث la yihahdo xadaثun akbar oo quwayt waajibiya sida janaabadii, waa xadaثun akbar
هي حدث أصغر طاقة وحقه وحوي سواجبي سيدا قضاء الحاجة يقال بك وحا إلا مصحاها إلا مصحا ياهي ومن الحدث الأصغر وليس من الحدث الأكبر لا حدث الأكبر وين تسيطة خفتي أما مدي فرطاء سماركي سيكاد قوي سكاد جيكا قولنا الميرتاء مسحيتان مسحو قلي حدث الأكبر وهم مسحو قسو قلي ياهي وحدث أصغر كوي مركا صدح دينه ويسكو جيران خفكي لما الصحوه إمامدي لما الصحوه خماركي لما الصحوه كله قد صدح ضبا ومن حدث في حدث أصغر حدث أصغر مباشر بها فحاو دليلة صحابي اللي يرى هذا الصفوان بن عسال حديثه ورني من اللي به جريزر بن خبيش وتابعي أحا أي أيمد صفوان بن عسال فرك السؤال ويدي يا وعكيري إنه حك في صدري المسح على الخفين خفك الله مسحه أي عادي والولي ونفت إلى سامين كل شيء أبوغنا وحا تحي من رسولك إلهي أصحابي في أهو رسولك إلهي أركي رسولك إلهي بكمق شيء سبب وحك الشيء سؤال جزاز ويدي صفوان بن عسال مركات جوابي ها هبوير أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم بول رسول كلاه وحن أمري حدان مسافرين نهي خففك يغا إنا ناسيب صدح مع المود يصدح دور هنين جنابة مويه جنابة وسيبيني لكن وحنا نسيبين وحويا من غائد وبول ونوم حاجة قد الشرع يهردر تن حاجة قد النوم مركة بول كي يغائد كي لبضوا يهردر وصد حاضر ويدون ويسد جلسة هو أسمع أن نسيب جرين انت كريتان كوي سنة مركة خبك سوى قرن نزع جرمي لكن جنابه وسيب جرمي سابوي إذن حديث كان مركة وحنا كفهمين إلا من جنابة حدث الأكبر كان إن لما سحين إلا قبي سنية لكن لفظك دبوير ولكن من غائل وبول ونوم وحوجي ذا إنت سوى حدث الأصغر كي هو لما سحية طيب أما لكن سوى وقت دي مصحة كجرة هذا الجناب كتما عدو وخاصة بينه انتسيبه ومكا قبي سنة موضع أفرابه قدام بيه ومصح أوجره وجبيرة وي انت ان الجبيرة دا قارن ادو حنك سوها ذا اللي خفين كان لما صحو امام ادنا لما صحو ننكو اما صحو امام ادو حرمت هاي قبلو لا يخبار كما صحي كرت شروضنا واصوي علي شروضنا واصوي علي مالكا شروضها شروضها اي ولا ولا اكسدان ومتفقة هي شروضه وكل قوني يباجرة شروطها أي ولا ولا كذاني وعشان وتحدث كلا جم صحة يعني إنه حدث أصغر يعني كو شيء قال لما صحة يعني أما خوف النقض أما ما ظهر النقض أما خمار النقض إنه ظاهر يعني إنه مباح يعني إلا لبسته برضه عارضه إذا ما يصير أنتي مصحب مدلي لوحد يدي إنه لحد يضعه وهمين يمالين هاي خفك مقيم كا أما صدح مع المود يا صدح مع المود يا همين يدو ده شمتع الشرطي وي ولا ولا فلان خبك وحاقو قونئة أن يكون سافرا للمفروض انت المفروض كأهيد واجف أهيد إلا بقول أنه دبولي قال الله ما شرطي يا عمامة يا خمارك بدنا عمامة وحاقو قونئة إني لبسي هاي هذا جبري لبسنت هاي وإمامة منحة أغضو وطي فدولي إذا الدرعي ويا شيء ما أنسح أي مسحقين خمار كان وحا شرط إن يحوين تهي قفك صباح ومسحية لكن خفك فقا يحوينك بوي ولقاتان إيو جواربك
oo way wada masaxayaan shuruudooduna waa ka jabiiradii aanu nimaadno iyada nafteeda shuruud bay leedahay wa jabiiratin ay wayajuuzu waxaa banaan almasxu baa banaan in la masaxo calaa jabiiratin kabmaha kabka qof baa jabay kabaa kab la saaray jeesaa la saaray ama waa dhaawacmay markaasaa faashada iyo waxbaa la saaro lagu duubay ilaa jabiiradii camal oo kale tahay korkaa laga masaxayaa korkaa laga masaxayaa kabma laf jabtay wixii lagu kabo raagii hore alwaaxa inta la qoro oo dhinacyada laga geliya lagu duubi jiro lagu xiri jiray laakiin hadda waxaa la saaraa jibs gaal weyn oo kabma oo dabiga hadda dabiga xadiidka waxa oo wax lagu kabaa loo jeedaa iyo dhaawaca wixii la saaraba haddii masalan qofku uu ka dhaawacan yahay dhaawac uu qabo mawaadicdii ama mawdic min jasadihi haduu xadatu lakbar ka dahaara saabada ilo jirkiiso dhan inuu masawa khasabay ama haduu weyse qaadanayo meelihii acdaau lwuduuci meel kamid haduu dhaawac kaga jiro ay duuban tahay faashadi saaran tahay waa la masaxayaa korkaa laga masaxayaa waxaa u daliil ah nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama xadiid la yirahdo xadiidu saaxibu shaja saaxibu shaja waxay ahayd nabigu rag buu diray sariyuu diray marka waqti qabowna way ahayd nin marka dhaawacnaa oo dagaalkii dhaawac kusoo gaaray oo madaxa ka dhaawacan ayaa marka waxaa ku yimid janaaba ku timid marka dadkii buu weydiiyey wuxuu yidhi waru janaabana waa igu timid biyahana waan ka baqayaa oo waan dhaawacanahay wax ruqsaa ma ii heli kartaan markaasay yidhahdeen maya ilaa an taqtasila wuu qubaystay marka ninkii dhaawicii baa marka fasasay oo aada iltihaab u qaaday dhaawicii sababtiisii buuna u dhintay marka nabigii markii loo sheegay wuxuu yidhi qataluhu qaatalahum allah qatalahum allah way dileen buu yihi allah dileen inama shifaau lcayi su-aal yacni aqoon la-aanta waxaa daawo u ahayd su-aasha maxay u weydiin waayeen markaabuu nabigu yidhi inama kana yakfiihi an yatayamam wayacsir uma yamsaxa calayha wuxuu ahaa waxa kaafiyaahi inuu booraysto oo meesha dhaawacaana xiro ee korka uu ka masaxo saa buu yidhi jirka kaleeto inuu ka qubaysto laakiin meesha dhaawacuna biyaha gaarsiinina inta mara saaro uu korka ka masaxo dabadeedna uu booraysto waa noo iman doontaa insha allahu tacaala alma marka xadiidkaasi waa loo daliishaday inkastoo xadiidka culamada qaarkood ay daciifiyeen qaarkoodna ay saxiix yeeleen tayib xadiidkana abu daawuud iyo daarqutni iyo bayhaqi baa soo saaray iyo masxigu dhaawacu iyo jabiirada la masaxayaahi daruura keentay nacam marka jabiirada marka waxa weeyaan iyada waqtiga la masaxayaahi xadathu lasgar keliya maaha fi lxadath lasgar wa fi lxadath lakbar labadaba waana noo iman doonta idan wa calaa jabiiratin wayajuuzu waxaa banaan almasxu baa banaan calaa jabiiratin jabiiro in la masaxaa banaan tayib jabiiradaas oo lam tatajaawaz aan gudbin qadr alxaaja intii loo baahnaa yacni inta duuban ama jabiiradu saaran tahay intii loo baahnaa waa inay noqotaa intii loo baahnaa waa inay noqotaa oo inaan ka badnaanin marka meeshii jabnayd iyo inta u dhow dhow oo jabiiradu ay khasab tahay inay qabato intaasi waa masmuux marka waa inaynan maaragtay aynan ka badan intii xaajada iyo baahida daktarkaana xadidaya intay u baahan tahay marka jabiiradaas oo lam tatajaawa ay miqdaar alxaaja oo meeshii jabnayd ama dhaawacnayd iyo inta u baahanoo maaragtay jabiirada iyo
ay qabsanayaan iyo bahalladan maaragtay shakartoonka lagu dhajinayo, koolooyinka lagu dhajinayo, lagu xirxirayo, iyo faashada lagu duubayo, iyo intay u baahan tahay waa inay dhaaf. Walow fi akbara ay walow kaana alxadathu fi akbara ay fi xadathin akbar, xadath weyn baa noqdo hadduu qabeen. Intii hore oo qofka iyo cimaamada iyo khimaarka xadathun asgar kaliya ay ahayd waxa loo masaxayay, laakiin jabiirada xadathun asgar wa xadathun akbar labadaba waa loo waxaynayaa, labadaba waa loo masaxayaa. Ay wa in kaana alxadathu akbara, xadathku haba ahaado xadath akbara uu masaxayaa. Ilaa xalliha, ilaa la furo jabiiradaas, ilaa jabiirada laga furayo, jabiirada korkeedaa la masaxayaa. Oo jabiirada maxaa loo furayaa? Haddii laftii kabantay ama dhaawicii raystay waa la furi oo xaajo looma qabo. Ama min sababin aakhar, ama sabab kale loo furo biayi sababin aakhar. Marba haddii maaragtay muxuu ahaa la furo, markaas waa la mayri, markaa waa la mayri. Inta ay jabiiradu saaran tahay ama faashadu ay saarato meeshii xiran tahay, korkaa laga masix, saas waa laga wad. Xadasku ama ha noqdo xadasin akbar, ama ha noqdo xadasun asfar. Sida marka loo maaragtay la yeelayo, saddex qowl baa ku jirta. Qal waa qowlkan madhabka oo ah waa la masixi, jabiiradii waa la masixi, meeshii dhaawacayd faashada saarnayna korkaa laga masixi, yani jabiirada korkeeda la masixi iyo faashada korkeedii baa la masixi. Marka waxay leeyihiin waa sidii qofkii oo kale. Culamada qaarkood waxay leeyihiin maya, in la mayro waajib ah, haddii mayritaan ayna suuro gelayninna waa u booraysan u tayamumi. Inta kale markuu kasoo weysaysto ama kasoo maysto, intii jabiiradu saarnayd ama faashadu saarnayd ayuu u tayamumayaa, maxaa yeele uu ka cajisay inuu biyihii isticmaalo. Qolana qowlkaasi yidhaahda. Qolo kalena waxay leeyihiin maye wuu masaxayaa waana u booraysan ikhtiyaatan, labadiiba waa jamcin. Xidnaha kale ka weysaysanayaa meeshii jabiirada markuu soo gaarana waana masixi, dabadeedna waa u booraysan. Culumada qaar baa saas qaba lilixtiyaad. Naam, labadii qowli jamciya, walacalla hada huwa alasax, inuu saxiix yahay. Hada ixtiyaadan wey, ixtiyaadan wey, waila almadhab masixitaanka keliyaha ku filan. Marka wuxuu yiri lam tatajaawaz qadr alxaaja walow fi akbara ila xalliha. Tayib, إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. جملة إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وحيون نقونيسا أنواع لأفقة هيدا المسح على الخفين، المسح على العمامة، المسح على الخمار، المسح على الجبيرة، كل ذلك وقرم إذا لبس ذلك أدو لبسه بعد كمال الطهارة. markay dahaaradu dhamaystiranto, dahaaro kaamila markuu qofku dahaaro qaato saa hadduu u labisto ayay u banaan tahay in uu masaxo. Tayib, intaas marka waxaan kaga baxnay mawaadiicdii masaxu imaanayay. Masaa'il kale oo qaabka wax loo masaxayo ku saabsan ila waxaan usoo kala qaybinay qofka marka la masaxayo, qof muqiima iyo qof musaafira, muddaduna waa kala duunay. Marka masaa'il arrimahaas ku xiran oo masixi ah, almasxu cala alkhuf, oo badan baa harsan insha allahu tacaala waxay noo ahaan doontaa darsiga dambe. Halkaa marka aanu kusoo gabagabayno, wailaahuna subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.